مش قلتي حبوب مساعول؟ طب بوز ممدود ليه؟ سافر يا معلم، ما تشيلش هم حاجة. ما تخافيش عليا، أول مرة ما بقاش خايفة عليك، المرة دي أنا خايفة منك. يلا يا ابني يلا سافر، أنت توصل بالسلامة إن شاء الله. الله يسلمك. لا إله إلا الله. سيدنا محمد رسول الله، خلي بالك من نفسك. على الله إن شاء الله. السلام عليكم. عليكم السلام. زمزم تعالي يا بنتي، تعالي عاوزك في كلمتين. تعالي تعالي زمزم، اقعدي، عاوز اتكلم معاك كلمتين يا بنتي. كلام بينا خلص يابا. يعني ايه يا بنتي؟ لازم تروح تتعالجي. عايزنا نتعالج بالمال اللي كسر ظهر جوزي وابن عمي وحبيبي. خلي المقفول مقفول يابا. حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فاهم رجالتك يفتحوا عينهم كويس. تلاش يا معلم، عايزك تحط في بطنك بطيخة صيفي. بطيخة؟ يا نهار اسود. ها انجزوا، ايه الأخبار؟ كريم عمل أول خطوة في المهمة بنجاح. الله حلو. يا جماعة أنا أبويا إيه له طرشة؟ المرة دي أنا كبرت، هيبقى شكلي وحش أوي وأنا متعلق في الحارة. يا عم ما تقلقش، أنا شلت الجنش اللي بيعلقك فيه. يعني هترسى على ايه؟ علقه سخنه ومحدش في الحرم مع ابوه ما ضربوش يا كريم. انت يا منعم ابوك عمره ما مد ايده عليك. المره الوحيده اللي مديت ايدي فيها على منعم فضلت ايدي منمله طول الليل بسبب الزعل، وعهدت نفسي اني ما مديلوش ايدي غير بالحنيه. طب ما تيجي تقول الكلام ده لابويا يا معلم بشر. يا رخم اصره عشان تملك وقتك. دي شنطة الفلوس، وتسافر ترجع لنا بألف سلام. واستأذنكم عشان ألحق أصلي الفجر. إن شاء الله. حلو. بل فين جوهر؟ مع هيثم مستني لنا في السوق. طب يلا بينا على العربية. يلا خد يلا. يلا رجالة، عارف هتعمل إيه بدول؟ اعتمد عليا، أخوك سداد. اوعى تفرتكوا. ما تقلقش. يلا رجالة الله ينور. يلا توصل بالسلامة يا معلم. حبيبي يا مرجان، فلوسك يا ريس غريب. لو ما كانش فيك قال لي احنا اخوات ورد السمك وبعدين نتحاسب. تسلم يا مرجان. خد بالك من نفسك يا ابني وفتح عينيك كويس وما تأمنش لحد خالص. جيتك ورجعتك من السويس بسمك وراها إنا. تلاش يا رزق، خليها على الله. طريق السلامة يا ابني. احنا جاهزين يا معلم. يلا قفل غلوش.
عملت اللي قلت لك عليه؟ اعتبره حصل كبير. فتح عينك كويس، الغلطه بفوره. متقلقش، خلها على الله. يلا توكلنا على الله. الوضع دخلت عربيه كبير ورا زي ده. الله يا باشا. ماشي اطلع يا معلم. مش هتفتش العربيه يا باشا؟ انت عايز شوقي باشا يسمعني كلمتين؟ يلا عدي. ربنا يخليك يا باشا. يلا الصلاه على النبي عليك يا معلم. العربيه عدت من غير تفتيش يا باشا. طيب مبروك يا معلمين، بضاعه طلعت من المينا بسلام وفي الطريق دلوقتي.